أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير، ومرة أخرى نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي Community Issues. زي ما عودناكم دائما نستضيف أعلام من الجالي العربي والشرق الأوسطي، وناس لهم باع طويل في خدمة الجالي في كافة القطاعات وكافة المجالات. طبعا لا يخفى على أحد على أن الصحافة تسمى أو يطلق عليها اسم السلطة الرابعة. السبب واضح، لما لها من تأثير على كافة جوانب حياتنا، وما لها تأثير على تغيير حتى أوضاع سياسية واجتماعية في مجتمعات متقدمة. على كل حال، أنا دائما هذا ما نطمح له، بأن نكون وضع الصحافة الموجود عندنا هنا في الجالية العربية والشرق الأوسطي في موقع التأثير، ونحن على ثقة بأننا وقطعنا شوطا لا بأس به. السبب واضح، برغم إمكانية الكل اللي وراء هذا الإعلام أو هذه الحركة الإعلامية أو بعض، لنقول بعض مجالات الصحافة والإعلام في الجري، وراءها أناس رموا قلوبهم وقفزوا فوق العقبات ليتخطوا كل المشاكل، ليعطوا صورة عن وضع هذه الجري ليس فقط هنا عندنا في ميشيغان، وإنما في كل العالم. ضيفي في هذا اليوم هو أحد أعلام الصحافة وأحد أعلام العمل المجتمعي في الجالية العربية والشرق الأوسطية، هو السيد أمير دنحة. شخصية غنية عن التعريف، ونستضيفه هذا اليوم في مناسبة عزيزة على قلبه، وأقولها وكأني أقرأ ما في داخله. هو اليوم احتفال 25 عاماً على تأسيس أول جريدة في هذا في منطقتنا هون في ميشيغان لتناول قضايا الجالي. يسعدني ويشرفني أن أرحب بك السيد أمير دنحة، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا أخي عبد الوهاب. حياك الله أخي أمير، وشكرا جزيلا على دعوتكم هذه، وتحياتي لك. وحينما قلت السلطة الرابعة فهي صاحبة الجلالة ومهنة البحث عن المتاعب. لسيد صاحبة الجلالة، صاحبة الجلالة، نعم، السلطة الرابعة، تفضل أخي. أما أنها الأولى فقد سبقني أخي وصديقي الأستاذ يوسف أنطون في إصدار المحامي يوسف أنطون، إصدار جريدته العالم الجديد لمدة أكثر من 25 سنة، وكذلك المرحوم حنا يتومة جريدة المشرق. هذه الجرائد صدرت مستمرة سنوات طويلة، وهناك من بعد هذه الجرائد زخم كبير من الصحافة والجرائد التي كانت تصدر وتنتهي خلال أيام أو خلال أشهر. أما جريدة كالديان ديترويت تايمز فقد صدرت سنة 1990 من القرن الماضي مارش 31st أو نيسان أبريل 1st، وهاليوم يعني هذا اليوم نحتفل بمناسبة مرور 25 سنة. لم نكن السلطة الرابعة، وإنما كنا جزءا منها، نبحث ونكتب ونناقش باستقلالية، لأنك تعرف يا سيدي أن الصحافة العربية بشكل عام والعراقية قبل أن تقرأ المقال تعرف من هو كاتب المقال ولأي جهة ينتمي، هل هو يساري أو يميني وكذا. أما جريدتنا فكانت في كتاباتها مستقلة تكتب للناس، وقررت أن تكون تابعة للجالية والحلم الأمريكي، وأن تكتب
عن القضايا الأمريكية العربية والأمريكية الكلدانية، ونجحنا في هذا المجال إلى حد ما. لا أقول أن عملي عمل كامل أبدا، ولكنني جزء من العمل. بدأت بهذه الفكرة وحصلت على المركز المرموق في البحث والكتابة والنشاط الصحفي، ووصلنا إلى شواطئ العلاقات العامة مع الصحافة الأمريكية هنا ومع الإعلام الأمريكي، واستطعنا أن نخلق نشاطا جديدا لم يسبقني إليه أحد في الإعلان وفي الإعلام وفي الأخبار. رائع جدا. بصفتك الناشر، وطبعا أنت الناشر المؤسس أخ أمير، سيد أمير دنحة، 25 سنة يعني عمر طويل، يعني كيف مروا عليك؟ أنا حقيقة حينما وصلت إلى أمريكا سنة 1967 يوم 1/1، قررت أن أطلق ما في رأسي من الأفكار السياسية التي كنا نعيشها في ذلك الزمان في العراق وفي العالم العربي. مثلا كانت حرب حزيران ومشاكل حرب حزيران وما خلقته هذه الحرب من تغيير في الفهم السياسي والثوري والشخصيات في العالم العربي. وحينما جئت إلى أمريكا بعد شهرين كانت لي مفاجأة أخرى، وهي ديترويت تحولت إلى كابوس في أيام معدودة من حرق وقتل وسلب ودمار. يعني ذا رايت ان ديترويت، كان عندنا رايت، وبنفس الوقت ديترويت والمدن الأمريكية والحلم الأمريكي دخل في متاهات، مقتل مارتن لوثر كينج ومقتل روبرت كينيدي والمظاهرات العنصرية. فتغيرت أفكارنا وحياتنا بطريقة دراماتيكية، واتجهنا إلى البحث عن الحلم الأمريكي الذي نعرفه، الذي نبحث عنه، الذي نريد أن نختاره. لا تستطيع أن تذهب إلى الشوبينج سنتر وتشتري الحلم الأمريكي. هذا الحلم يجب أن يأتي إليك كما تذهب إليه، وأن يجب أن تلتقي به في أعمالك، بنشاطاتك، بتقبلك للمجتمع الأمريكي، المجتمع الجديد الذي دخلت عليه. فحقيقة البداية كانت حينما خرجت المخازن سوبر ماركت بسبب الحرق، حرق ديترويت، خرجت من ديترويت يعني مخازن كراسكي، مخازن ريجليز، AMP، فارمر جاك، تشادم ذات تايم، كينينغهام، هذه المحلات خرجت وتركت ديترويت. بس الناس الجدد الذين يبحثون عن الحلم الأمريكي كانوا العرب الأمريكان وخصوصا الكلدان. لكل مخزن، لكل شركة تركت ديترويت دخلها أبناء جاليتنا بكل حزم وبكل قوة، فتحوا المخازن، فتحوا الشركات، اشتروا المخازن الصغيرة وحولوها إلى كبيرة،
وكانت ديترويت سنوات قليلة أصبحت ديترويت من المدن التي في كل زاوية هناك مخزن، وفي كل شارع مظلم أصبح الضوء والساينات the lights is on all over. لماذا؟ لأن هناك أناس من أبناء الجالية أو جاليتنا تبحث عن الأحلام الجديدة، فوجدت في ديترويت الحلم الكبير والعمل المجدي. نعم، هذه واحدة من الأسباب. أما الأسباب الأخرى إذا تسألني كصحفي فأستطيع أن أجيب، فكما الجالية كانت تشتغل هكذا كانت أبناء الكنيسة الكلدانية يشتغلون. فأنني أصدرت مع المثلث الرحمات المطران غورغيز جرمو نشرة الكنيسة، وهكذا عملت وأصدرت نشرة لنادي والجمعية العراقية الكلدانية شنندوة هذه الأيام وصافي المان الأيام زمان. فكنت رغوة عمل لهذه الجالية الناجحة، وكنت جزءا لا يتجزأ في مراقبة في المراقبة والعمل والنشاط مع هذه اللجنة وتلك كصحفي وكمتابع. وحينما تشاهد النجاح وتنطلق مع النجاح تشعر بالنجاح. أنت لست ناجحا ولكنك تعمل مع الناجحين، إذن أنت ناجح. إنه الحلم الأمريكي، إذن أنا ناجح. لا تقول أنا ناجح، إذن أنا ناجح. لماذا؟ بهذا العمل الجبار لا أحد يستطيع أن يشك بهذه النشاطات. نعم صحيح. كنا جالية موحدة في الوطن، لم نكون يوما موحدين. فهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا قومي وهذا 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 حزب الدعوة. في أمريكا حينما كان هناك من يحاول أن يعقد الأمور بالطريقة السياسية كان له موعدا محدودا ويصبح له حدودا، لا يستطيع أن يدخل إلى أماكن الناجحين، وإنما يبقى إذا كان يختار الطريقة القديمة فله الحدود القديمة ويستطيع أن يعمل ما دام أن يريد أن يعمل. أما الناجح فيلتقي بالناجحين. هذا هو الحلم الأمريكي الذي أفسره اليوم. طيب، يعني تفسير رائع، وهذا أصلاً يعني بيؤدي للسؤال حاب أسألك إياه. يعني هناك من حقق الحلم الأمريكي في البزنس في الأعمال، هناك من حقق الحلم الأمريكي في التعليم، هناك من حقق الحلم الأمريكي في 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 مجالات مختلفة. بالنسبة لك أنت أخ أمير، هل تعتقد بأنك حققت حلمك الأمريكي في مجال الصحافة؟ أنا حققت الحلم الأمريكي يعني ولأول مرة كفرد من أفراد الجالية. أنا تابعت تحقيق الأحلام، ولهذا قلت لك بما أنني جزء من تلك الأحلام أراقب تلك الأحلام، أدخل باللجان أتابع نشاطاتها، إذن أنا ناجح كما هم ناجحون. مثلا كان هناك شخص، طبعا لكل عمل ونشاط هناك شخص ناجح وراء هذا العمل. مثلا مايك جورج أحد المغتربين، أحد ملاك شركة الحليب مالادي فارم، وأشهر شخصية من أبناء الجالية في مدينة ديترويت، راح مات الله يرحمه. الله يرحمه. كان شخص ناجح جدا، وكان له وحوله أناس ناجحين كثيرين. فبتلك الفترة كان مايك جورج إذا تريد أن تشتري مخزن
فعليك أن تذهب إليه ليساعدك ماديا ويبدي لك الآراء الجميلة، لأنه كان حاضرا لهذه النشاطات، عنده خبرة يعني. عنده خبرة وله إمكانية، فتطورت إمكانياته إلى البنوك، فظهر في ذلك الوقت شخص موجود إلى حد الآن اسمه ريتشارد جرجيس. ريتشارد جرجيس اتفق مع كوميونيتي ناشونال بانك في بانياك، مدينة بانياك. هناك دخل أبناء الجالية إلى هذا البنك وهذا المصرف، وأصبح الجميع يذهبون إلى هذا المصرف من خلال هذا الشخص ريتشارد جرجيس. هذا المصرف كان له الثقة الكبيرة بأبناء جاليتنا، فإذا كان عندك كريدت جيد كان من خلال ريتشارد جرجيس، وهذه في فترة السبعينات 76 75 1975 1976، تستطيع أن تذهب إلى البنك وتحصل إلى 1 مليون دولار overnight. 1 مليون. والمشاهد الذي يشاهدني هذا اليوم يستطيع أن يكون شاهدا لما أقول. عدد كبير من أبناء الجالية استفادوا من هذه، لأن في تلك الفترة كثير من الناس كانت تأتي من العراق فقيرة، وكثيرا من الناس آخرين كانوا يصلون إلى ديترويت بأموال كثيرة أيضا. فهذا المصرف درس وفهم قضايانا وما نبحث عنه، ومن خلال ريتشارد جرجيس ومايك جورج وآخرين استطاع عدد كبير أن يحصلوا آلاف وملايين الدولارات ويؤسسوا إمبراطوريات، منهم خسروا ومنهم ربحوا، ولكن النهاية the bottom line الكل استفاد، البنك استفاد والجالية استفاد. يعني حقيقة أخ أمير، قضية النجاح والحلم الأمريكي هي من القضايا اللي بتهمنا الكجالية هنا، يعني إنه الكل بيقول لك أنا جاي هنا حتى أحصل على يعني وراء الحلم الأمريكي وراء النجاح. بس أنت ذكرت، يعني أسألك يعني أرجع لموضوع قبل ما نخش بعمق شوي عن الصحافة، قضية الوحدة، إنه حتى تكون الجالية ناجحة يجب أن تكون جالية متوحدة أو موحدة. يعني هل أنت راضي عن الوحدة الموجودة في الجالية الموجودة عندنا هون؟ هل برأيك نحن جالية متوحدة لنكون الجالية الكلدانية أو الجالية العربية أو مثلا الجالية تشتغل معها أنت يمكن في أكثر تخصص، هل إحنا متحدون زي مثل السابق كما كالأيام اللي مضت؟ أنا أولا أهني كل أب وكل أم على شبابنا الجدد، جيلنا الجديد. نعم. جيلنا جيل الجالية العربية، جيل الجالية حقيقة هذا الجيل أصبح مثقف من الدرجة الأولى. أخذنا يعني أفكار الجالية اليهودية، الجالية اليهودية نجحت في ديترويت. نعم. وكنا نعرف قضية اللوبي الإسرائيلي واللوبي الصهيوني، هاي خليها على صفحة. دعنا نتكلم عن النجاح، هل الجاليات الأخرى نجحت في ديترويت؟ نعم، وخصوصا الجالية اليهودية. أنا ما أتكلم سياسة، أتكلم عن نجاح جاليتنا، شبابنا نجحوا، أصبح محامين، محاسبين، مهندسين، علماء، أطباء. التكنولوجيا الحديثة مهتمين بها، مخازن التلفونات ومحلاتها الإلكترونية وغيرها كلها جماعتنا. لماذا؟ لأننا مثقفين. لماذا؟ لأننا موحدين، الجميع يساعدون بعضهم، الجميع أصدقاء لبعضهم، يتزاوجون. يعني كثير من الشباب
عوائل يتزوجون ويتزوجون يعني من أبناء الجالية. الجالية الجيل القديم، الجيل اللي جاء مع مشاكله السياسية والغير سياسية، اشتغل كثير منهم، اشتغلوا واستطاعوا تقديم الإنجازات الكبيرة بإرسال أبنائهم إلى المدارس وغيرها، ولكن الذي لم يحاول أن يغير من حياته إلى الأحسن أو وراء الحلم الأمريكي لم يستطيع أن يوفي بالنتائج المطلوبة منه. الجيل الأول الذي جاء بعد الحرب العالمية الأولى جاء إلى هنا مهاجرا ومهزوما من تركيا ومن العراق ومن بلاد الشام، وأقصد بلاد الشام هنا فلسطين سوريا ولبنان. جاءوا إلى هنا وحققوا النتائج لأنه اشتغلوا وجلبوا أهلهم وساعدوا ومهدوا الحياة الحقيقية لأبنائهم ومستقبلهم، ولكن نجاحهم هذا سلموه إلى الجيل الآخر بكل محبة واحترام. والجيل الآخر، الجيل الجديد، بدأ يقدم النتائج ويستخلص منها وينطلق، وهكذا نجد الجالية العربية الأمريكية والجالية الكلدانية خصوصا التي أنا منها وأتابعها وأفتخر بها افتخارا، خصوصا أفتخر بشبابها وأفتخر بالجيل الذي جاء بالستينات الذي فتح المخازن الكبيرة. بالأول كانت مخازن صغيرة وبزنس صغير، كل شيء كان صغير. من جيل الستينات انطلق بالمخازن والأفكار الكبيرة والعلاقات الباهرة، واستطاع هذا الجيل أن يدخل ديترويت بكل قوة لأنه لم يجد هؤلاء الذين كانوا يمنعوه. ديترويت رحبت بهم وأثبتوا لديترويت أنهم رجال. هو يعني حقيقة تأكيدا لحديثك، يمكن هجرتنا احنا كعرب وشرق أوسطيين يعني أخذت طابعين، الستينات والخمسينات يمكنت اللي هي يمكن نقول خلينا نقول رحلة الهزيمة كمان، لكن مع الأسف كمان بعد 82 في لبنان و90 في العراق وحاليا في سوريا، هو كمان يعني مهاجرين يعني لاجئين أكثر من إنه مهاجرين. يمكن البداية اختاروا إنهم يهاجروا، بس حاليا صارت أكثر خلينا نسمي لايك مهاجرين الصدمة يعني مصدومين، اللي هو يعني الإشي اللي أنت ذكرته جيد إنه اللي أجي في البداية يعني مهدوا بالأساس للقادمين اللي أجي هنا. وحقيقة إنه يعني جالية الكلدانية معروف يعني كالحضارة الكلدانية متميزة في كل مكان، وشيء يعني يشار إله بالبنان إنه الجالية الكلدانية من الجاليات الناجحة، وأتمنى أن نكون كجالية كلدانية عربية زي الجالية اليهودية. لماذا؟ لأنه متحدين حول أجندة واحدة. السؤال اللي حابب أن أسألك يا أخ أمير، خلينا نعود للصحافة. هل أنت طالما حكينا عن جيلين، هل بترى في الجيل الجديد اهتمام بالصحافة المقروءة والمنشورة زي الجيل القديم، وهل هذه تعتبر من الأشياء اللي التحديات للصحافة المحلية؟ سؤالك حلو. أنت اليوم إعلامي وصحفي، وأسئلتك هذا السؤال تسألني ولكن بكل فرح، كان لازم أجاوبك بحزن. الصحافة والإعلام ليس ورقيا بعد سنتين أو ثلاثة، الصحافة بدأت تتغير وتتجمل بالإلكترونيات وبالتكنولوجيا. أنت نايم وساعة 5 الصبح قمت تروح على الكمبيوتر تقرأ أخبار اليوم، كلها كل الصحافة صحيح.
احنا بالاول كنا نقوم الصبح في حتى في ديترويت في الداون تاون يجي ترك كبير والناس تنتظر تاخذ الجريده صح. والاطفال ياخذون العربانات يخلون الجرايد يودوها للبيوت يوزعوها صحيح. هذا الوقت راح يتغير صح. جريدتنا ورقيه نبقى ورقيه لانه حينما نكتب عن الجاليه نكتب عنك. الصحف الامريكيه ما تكتب عنك ولا لا عني لا ما تكتب صحيح بس انا اكتب عنك وانت صحيح. تكتب عني صحيح صحيح ونقدمها للناس. الناس تفرح باخبار امير دنها صحيح واخبار عبد الوهاب ابو احمد صحيح. فجيلنا راح يتطور. انا ابني اي تي رئيس شركه كبيره انفورميشن تكنولوجي وعائلتي يعني اكثريتهم طبقه راقيه مثقفه بالتكنولوجيا ف يقرؤون حتى الكتب يقرؤوها بالطريقه التكنولوجيه التكنولوجي صحيح. CDs كل الكتب قبل يومين ابني كان يقرا على جورج بوش كان عنده سفره اخذ اشترى كتب سي دي وبالطريق ما يقرا هو صمبا واحد يقرا له. فكل شيء ده يتجمل وده يتغير ويعني اكو تطور. هذا يعتبر تطور وهو يعني وكل الشركات عندها ويب سايت مواقع وكل موقع عنده اخبار وعنده فهكذا هو التطور يختلف عن التطور اللي طورناه احنا. بس تعرف اخ امير انا هيك بشوف انه اذا معنا التطور ضروري وشيء حاصل وحتى حاليا في بسموه الكندل اللي باخذ الواحد فيه بذل الكتب. بس انا بشوف يعني لسه بعدنا ما خطيرناش بعدنا شباب بس انا بشوف انه يعني كمان الواحد يحمل هيك فنجان قهوه ويقرا بالجريدة يعني الواحد صار في شوق. انا بالنسبه لي انها اللذه صح لوقتي راح تبقى الى ان نذهب للعالم الاخر ولكن هي حقيقه نشاهد هذه الحقيقه في امريكا وفي كندا وفي الدول الاوروبيه. صحف كبيره بدات تتغير نعم الى هذا ويعني لازم تتغير هذا المطلوب منها. يعني هي هذه ضمن التحديات اللي بتواجه الصحافة المحلية. على كل حال رح نرجع بتفصيل أكثر عن حول التحديات اللي بتواجه الصحافة مع السيد أمير دنحاء لكن بعد الفاصل. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين مرة أخرى تحية لكم وأهلا وسهلا لاستكمال اللقاء الممتع مع السيد أمير دنحاء هو الناشر والمؤسس لجريدة كالديان ديترويت تايم. عودة على بدء الحديث أخي أمير رح نسألك عن جريدة الكالديان ديترويت تايم. شو المواضيع اللي بتنشرها الجريدة يعني في وبأي لغة؟ أولا الجريدة هي في اللغة العربية واللغة الإنجليزية. أما اللغة العربية فأخبار سياسية أخبار الجالية مقالات عن الجالية مقالات عن قضايا الشرق الأوسط والوطن وفنون وصفحة ألوان وصفحة الشخصيات لتذكير أبناء الجالية بالشخصيات العراقية والعربية ويعني مواقفها والتحديات التي واجهتها شخصيات يعني من كل البلاد العربية وصفحة أخرى للرياضة والصحة وشؤون الكنيسة وأخبارها. أما الإنجليزية فهي مقالات وأخبار وأخبار متنوعة. حكيت لي أنت في الاستراحة أنه في عندك صفحة بصراحة سميت أنت بصراحة بصراحة صفحة بصراحة نسبة إلى أستاذي الكبير وأستاذنا كنا وأستاذ كل الصحفيين بالعالم العربي
محمد حسنين هيكل كان الشخص المقرب من جمال عبد الناصر، وكان جمال عبد الناصر فاسح للمجال أن يكتب بكل طريقة يريد، فكان يكتب على الاجتماعات التي لا تعرفها الصحافة الأخرى، يعني مجلة الصياد أو جريدة الأنوار، سعيد فريحة كان يكتب من جعبة سعيد فريحة، أو أخبار اليوم علي أمين ومصطفى أمين تأسسوا الجريدة، فكان عندهم فكرة، والآخر ما أعرف إيش كان يكتب نسيت لا يستحضرني. فذولا عمالقة الصحافة العربية، ولكن محمد حسنين هيكل لأنه كان مقرب من جمال عبد الناصر كان يكتب القضايا القريبة، القضايا اللي تهم الجالية العرب، القضايا التي كانت وراء الأسوار، كان يكتب. يعني يوم الجمعة من يطلع المقال كل العالم تنتظر ماذا كتب وماذا سيكتب، مؤتمرات القمة، مؤتمرات الدولية، رسائل سرية كان يكتب في العالم. أنا كنت معجب، وعندي جريدة الأهرام عدد كبير من بصراحة وغيرها، أنا عندي ملايين، قلت ملايين الصحف العربية القديمة والمجلات والكتب عندي في مكتبتي اليوم. هناك من يقول هذه قمامة، أنا أقول أنه كنز، هذا تراث، أنه كنز. نعم. فأرجع على كلمة، فكنت أكتب بصراحة، أتحدث عن أشياء خاصة جدا، وأجلب الأخبار بطريقة أن يفهمها الناس من قالها ومن ذكرها وكيف أصبح التخطيط لها وهكذا. الناس تريد أن تعرف كيف حدث وكيف حدث الشيء وكيف نجحت الخطة وكيف سقطت الخطة وكيف فكروا الناس بها. فأنا أأتي من هذا المبدأ، وكان عندي حينما بدأت الجريدة كان ساعي البريد يأتيني بالرسائل العديدة، والجريدة إذا تنجح ساعي بريد هو الذي يقرر، لأنه يجلب لك أخبار وظروف بريدية. الآن تغير الشيء، I receive emails أكثر من 300 أو 400 إيميل ثق، أكثر من 300 reports, emails from all over، من كل المكانات. هو البريد بريد اليوم، فما من خلالها يعني يقولون ويكتبون لي عن بصراحة، وكلما يكتبون وكلما يتفقون معي أو لا يتفقون، أجد أن بصراحة هو مقال ناجح وكتابة ناجحة وعمل جيد، استطعت نقله من الأهرام إلى كلدان ديترويت تايمز، لأني معجب بمحمد حسنين هيكل. وبالمناسبة عندي جميع كتب محمد حسنين هيكل التي صدرت بعد ما ترك الأهرام. طيب، بما أننا نتحدث عن الصراحة، يعني أسألك وأريد إجابة بصراحة، هل أنت راضي عن إعلام الجالية الموجود حاليا؟ إعلام الجالية دائما الإعلام يحتاج إلى خطوة للأمام أكثر. الإعلام ليس له وليس فيه نهاية أبدا، طريق طويل،
لا ينتهي، وطريق عذاب، طريق محبة، طريق حل مشاكل، وطريق مشاكل. في الصحافة هناك كل شيء. كنا حينما نقرأ صحيفة في العراق كنا نعرف لونها ولون كتابات صاحبها والحزب التي تنتمي إليه. نحن في أمريكا الله وهبنا بلد حلو، أعطانا الديمقراطية. الناس تسأل وين الديمقراطية الأمريكية؟ الديمقراطية هنا دوت. وين الحرية؟ ما راح يجون ينطوك حرية. موجودة حرية، موجودة. إذا ما تختار هالحرية هالديمقراطية هالعالم الحلو، إذا ما تختاره، إذا ما تكتب بيه، وإذا ما تتنفس، متى ستتنفس؟ الله انطانا هذا البلد، فنحاول يعني لكل من يريد أن ينجح. أنا لا أقول هناك صحافة ساقطة وهناك صحافة غير ساقطة، أنا أقول النجاح موجود والطريق موجود. إذا تريد تصير صحفي، صير صحفي بالطريقة المناسبة وأخدم جريدتك، خطط لها، وإذا جريدة أو مجلة خطط لها فستصل. أما إذا بنيت الأسوار وزرعت الشوك في الطريق من اليوم الأول فكيف ستتقدم؟ الجريدة يردلها علاقات عامة، يردلها تعرف ناس بالجالية وخارج الجالية. الجريدة تريد منك الكتابة بصراحة، بتألق، باستقلالية. هذا يرضى عليك، هذا لا يرضى عليك، هذا لا يرضى عليك، هذا يرضى. You have to. يعني لازم تكتب بألوان، تقدم للآخرين أن يكتبوا بحرية. هذه هي الصحافة. صحيفة الرأي الواحد والحزب الواحد حينما تقرأ أول صفحة وآخر صفحة أنها تنطق بنفس اللغة، فكيف ستفهم؟ صحيح كلام، يعني كلام صحيح. أنت حكيت لك أنت مش سياسي بس أنت سياسي، يعني جاوبتني بطريقة بطريقة سياسية وذكية. طب تحديات، نرجع للتحديات. يعني أنت 25 سنة من العمل في مجال الإعلامي، وأنت يعني حكيت لي في الاستراحة لأنه هي الاعتماد على الإمكانيات الذاتية في إقامة هذا، خلينا نقول يعني هذا العمل الإعلامي. طب كيف قدرت تعمل هذا الشيء؟ أنا كان عندي، أنا وأخوتي كان عندنا، واللي يعرفني عندنا من أنجح المخازن. أنا طلقت المخازن سنة 1989 وقررت الدخول إلى الصحافة لأنني كنت جزءا منها وكنت عاملا بها. فوجدت أن من الحكمة أن أبدأ حياتي الصحفية بطريقتي. كيف؟ أن لا أذهب إلى الإعلانات فقط، إلى المخازن العربية والمؤسسات العربية. ذهبت إلى الشركات، إلى المستشفيات، إلى الكاسينوات، إلى شركات التلفونات. كما تقرأ ديترويت نيوز وفري بريس وإعلاناتهم، هكذا قرأنا، يقرأ القارئ إعلانات الشركات في جريدتنا. المصارف ساعدتني وجاءت، لأن جاليتنا لها ثقل، ثقل كبير مع المصارف. جاليتنا لها ثقل كبير مع المستشفيات. باسم جاليتنا، جاليتنا الناجحة، وهو هذا النجاح، هذه الجالية الناجحة. نستغل الظروف، نستغل الظروف وبناء الجسور بين الجالية وبين المؤسسات. ونجحنا في أماكن وتراجعنا في أماكن أخرى، لكن النتيجة كانت الحلم الأمريكي، الحلم الذي أريده
وأختاره لعائلتي ولجاليتي ولنفسي. هكذا كان. التغيير وإصدار الجريدة ليس سهلا، أكثر من خلال، وعندي أسماهم، من خلال تجربتي أكثر من 100 جريدة صدرت في الرحلة التي بدأتها سنة 1990 مع جريدة كلدان ديترويت تايم. هناك من نجح وهناك من سقط، بس النهاية أنا موجود، إذن أنا ناجح، أنا هناك. طب يعني شو يعني في صحافي سارت ثم بارت، في صحافي استمر، طبعا هو واضح إنه في معادلة الحياة الاستمرار الأقوى. شو سر قوة المجلة تاعتك، مجلتكو أخي أمير؟ حينما سنة 1990 دخلت إلى إحدى القاعات في احتفال، ورحب بي الحاكم إنجلر وقال لي: أنت أمير دنحة؟ قلت نعم. وكيف تعرفني؟ جئت لأتعرف عليك. قال لي: اليوم الذي أصبحت حاكما لهذه الولاية كانت صورتي على الصفحة الأولى، وكانت صورتك أيضا على الصفحة الأولى، المحرر طارق حمادة من ديترويت النيوز، كنت على اتصال معه، كان في قرية تلكيف في بغداد، وكان يريد أن يعرف بعض المعلومات عن قرية تلكيف، وذكر اسمي وعمل مقابلة معي على التلفون وبعثها إلى ديترويت النيوز. وكانت تلك الرسالة أو ذاك الريبورت قرأه الحاكم الجديد ليتعرف عن الجالية. في ذلك الوقت الجالية لم تذهب بزخمها للعمل مع جان إنجلر، لقد ذهبت مع بلانشر الحاكم الديمقراطي، ولو هي يعني ريبوبليكان جماعتنا، فراحت مع الديمقراطي وأعطت أكثر من 25,000 دولار في ساثين مانر. فقال لي: كيف أبني الجسور حينما أصبح وأنت الكلداني وأبناء وابن الجالية العربية، كيف أبني الجسور وأنا ريبوبليكان؟ أريد هذه الجالية أن تساعدني وتكون معي. المهم عرفني لأنني وهو كنا على الصفحة الأولى من ديترويت النيوز. نعم. فهكذا بدأت، هكذا كنت. مثلا كنت مع السي ان ان، كنت مع الاي بي سي، كنت مع ال 7 4 and 2 channels almost every day, almost once a week. كنت مع دبليو دبليو جي، كنت مع الإذاعات الأخرى الخاصة بالجالية والخاصة يعني للمواطن العادي، ومع ديترويت النيوز كنت أنا بالنسبة إلي حينما جئت إلى أمريكا وشاهدت هذا المجتمع الحلو وهذه الدولة العظيمة، قررت أن لا أنام. كل يوم أذهب للشغل، وكل يوم من يوم وصلت أمريكا إلى هذا اليوم أنا خارج البيت، أذهب إلى كل الأماكن وأتعرف على كل الناس في ديربون، في ديترويت، في أوك بارك، في ساوثفيلد، في وست بلومفيلد. أنا أحب الحياة، أحب الناس. هناك من يحب الحياة للرقص والغناء والشرب وسهر الليالي، أنا أحب الندوات، أحب المؤتمرات، أحب القراءة، أحب التعرف على الناس، أحب أي إن كان مسيحي، مسلم، عربي، يهودي، الجاليات البولندية والألمانية والإيطالية، أعرف الكثير منهم وأذهب معهم. حينما كرمتني مجلس السفراء The International Institute ووضعوا صورتي مع عظماء ديترويت، أنا موجود في الكوبا هول، عندنا صورة، كرمت. وهذا التكريم
ليس لأنني أنام وأريد أتكلم مع الشخص ومع هذا الشخص أو ذاك الشخص، لا، لأنني أحب الناس وأحب الحياة. فحينما أذهب وأشاهد صورتي هناك أقول لنفسي لقد جئت بحقيبة سفر، واليوم صورتي هنا، إذن أنا موجود، إذن أنا عملت، وأنا لم أضيع الوقت، وإنما أعتبر نفسي وجه من وجوه الجالية التي أحبها، أحب كل شخص بها، الذي يكرهني والذي يحبني، أنا جزء منه إذا يريد وإذا يرفض، أنا منه. ويعني واضح إنه يعني أنت في طريقك للنجاح وفي طريقك للحلم كان الوقود سفرتك هذه، محبتك للناس وإنسانيتك وعطائك المتواصل. بدي أختم بسؤال بنصيحة، شو أنت بتحب توجهها للناس اللي عندهم الرغبة أو الهاجس بالوصول للحلم الأمريكي، شو لازم يعملوا؟ حرق الأفكار السياسية القديمة في الشرق الأوسط، والتطلع إلى جيلنا الحلو، جيلنا الجميل، أبنائنا في هذا البلد، ودفعهم أكثر للثقافة والبزنس وخلق المجتمع الجديد الخاص بالجالية، مجتمع التراث والعادات والتقاليد والثقافة والعلم والعمل والحلم الأمريكي. هذه هي أمريكا، وهذا ما أتمنى. يعني اختصر أنت يعني مع أصالة الماضي وحضارة وتقدم الحاضر، يعني وأنا أرى فيك حقيقة يعني أنه أنت تجمع بين الخصلتين، الأصالة وفي ذات الوقت الدعوة إلى التقدم والعيش في ضمن الموقف اللي بنكون عايشينه وضمن الحضارة والثقافة بنكون عايشينها بدون كلل وبدون ملل. قبل ما أختتم، هناك أنا أزور المواقع، مواقع عديدة أزور، أزور المواقع وشاهد الصور لهؤلاء السياسيين أي القدماء، يعتبرون نفسهم وطنيين ويعتبرون نفسهم أنهم يناضلون في أمريكا، أنه يأخذون صورا مع شخصية ويضعوها في الموقع، الصورة فلان وفلان مع فلان. بالأول من كان عندنا مير يونغ، كان أكو يعني هولد أبز، كان مدير الشرطة وبيناتنا مايك جورج وبيناتنا اجلب صورة، خذ صورة مع رئيس البلدية وعلقها حتى المجرم من يجي يشوف يوف كونكشن 50% 20% he leaves you alone you know. أريد أسأل هؤلاء السياسيين خصوصا من البلاد العربية، هذه الصورة مع هذا المسؤول وأنتم تطبلون وتزمرون أنكم مناضلين، النضال يحتاجكم لمساعدة اللاجئين، قولوا لنا كم بعثتم بالمبالغ والمبالغ والملابس إلى ذلك الشعب الذي يحتاجها، لا تبعثوا لهم، تبعثون لهم صوركم وصور التي تقفون معهم، ولا تقومون بمؤتمراتكم التي هي فقط مؤتمرات وندوات، فقط كلام. أين الملابس؟ أين الدولارات التي يحتاجها هؤلاء لنبعثها لهم؟ هذه الصورة
ولا يريد أن يجيب، كريهة وتحتاج إلى حرق لا المشاهدة. يعني أنا بضم صوتي لصوتك، يعني لكل إنسان وعلى لسان اللاجئين، وأنا شفت كثير من اللاجئين في منطقة، لازم نفتخر بالجالية، خصوصا الجالية العراقية والكنيسة الكلدانية، لقد حققوا آمال هؤلاء الذين يحتاجون، وخلقت جيلا جديدا للذهاب إلى نيويورك وواشنطن والكونغرس والبيت الأبيض وطرق الأبواب لمساعدة أبناءنا هناك، أسوة بالجالية الأرمنية، أسوة بالجالية اليهودية، أسوة بالجاليات الأخرى. يعني إحنا كمان يعني من ضمن صوتنا في صوتك في التحية لكل إنسان قائم على مساعدة المنكوبين. أنا قلت لك شفتهم يعني في مخيمات في أربيل، يعني وعلى لسانهم نحن نريد مساعدتكم، لا نريد صوركم. يعني على كل حال يعني بدي أختتم بشيء تعلمت أنا شخصيا من الحديث معك، وجزيل الشكر لك، إنه للحصول على الحلم الأمريكي بأنك تتقدم لازم تعمل. التمني لا ينفع، التمني لا يفيد، يجب الإنسان يكون إنسان، يجب أن يكون أن يرمي قلبه وراء حلمه ويتبع. وأختتم بما قاله الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. فزي ما أخذ الدنيا غلابة الأخ أمير ونجح، ونشكرك يعني بالنيابة عن كل إنسان كان لك لمسة في حياته، نشكرك جزيل الشكر، وأشكرك لكونك ضيفي في هذا اليوم الأنيفيرسال 25 سنة لقيام هذه الجريدة. نتمنى لك طول العمر والتقدم والتوفيق والأمام. اليوم أنيفيرسال مع الجريدة، وبنفس الوقت أنيفيرسال زواج أنا وزوجتي 40 سنة. معناته في كان وراك قوة ثانية تدفعك للنجاح. وهي عامل مهم في طبع الجريدة. 25 سنة طبعت الجريدة بكل بساطة وكل شجاعة، وقدمت للقارئ في هذا البلد لأول مرة جريدة نموذجية في الكتابة الإلكترونية، وهي لم تدرس الإلكترونيات، وإنما تعلمتها من أحد المهندسين ورتب لها الطريقة، وهكذا كان. يعني هلا عرفنا سر نجاحك، انه وراء تحالف تحيه لزوجة الاخ امير، وراء كل عظيم امراه. تصبحون على خير، والف شكر لكم اعزائي.